بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المستحق لجميع المحامد، والصلاة والسلام على إمام كل راكع وساجد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مفقه النبي في الدين فقهنا يا رب العالمين، آمين. حبيب الروح يا خير الأنام، إليكم سيدي أهدي سلامي، وأيام الله يا نور الظلام، ضياكم سيدي أشفى سقامي. حبيب الروح يا خير البرايا، إليكم سيدي أهدي التحايا، فكلي شافعا بين البرايا، وسل مولاك غفران الخطايا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأعطران المشرقان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه، أما بعد. مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة عبر شاشاتكم المفضلة، الصحة والجمال. فصباح الصحة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جمالا ظاهريا وباطنيا. أرحب بضيوفي الكرام، فضيلة الشيخ عبد الرحمن علاء، أهلا ومرحبا بفضيلتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا سيدي، ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك يا سيدي. كما نرحب بفضيلة الشيخ الحسين عبد الحميد، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا مولانا، بارك الله فيك. كما نرحب بالأديب رفاعي محمد اللساني، أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة إن شاء الله سنتحدث عن الكلمة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة سبب لدخولك الجنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وطبعا الكلمة الطيبة يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة، وسبب دخول الجنة. وكما يقول الله سبحانه وتعالى حينما ضرب لنا مثلا في القرآن الكريم بين الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، يعني فقال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن فالكلمة الطيبة سبب لدخول الجنة. وما أخطر الكلمة، فالإنسان قبل أن يتكلم فلا بد أن يتحرى ماذا يقول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. معنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن علاء، باحث بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ علاء، نريد منك أن تحدثنا عن الكلمة الطيبة وعن أهمية الكلمة في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهنئ أخي وصديقي فضيلة الشيخ أحمد على هذا البرنامج المسمى باسم الداعية المستنير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل له من اسمه نصيبا، اللهم آمين. الكلمة أمر مهم، لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك أو كما روى الإمام الترمذي أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فاللسان المسؤول عن إخراج الكلمة، عضو من أعضاء الجسد هو المسؤول عن إخراج الكلمة، فالكلمة نحاسب عليها، سواء هذه الكلمة كانت كلمة طيبة أو كلمة غير طيبة. قال ربنا تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، هي من رضوان الله يرفعه الله بها أعلى الدرجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة هي من سخط الله عليه لا يلقي لها بالا تهوي به
في النار 70 خريفا. يعني إيه الكلام ده يا مولانا؟ الإنسان مننا ممكن يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا، بمعنى أي أنه لا يفكر في هذه الكلمة، لا يفكر في مآلات هذه الكلمة. يقول لك كلمة وخلاص، كلمة وخلاص كما يقولون في مصر، كلمة وخلاص، هقول الكلمة دي وتعدي. لا أبدا، الله تبارك وتعالى يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذن كلمة ممكن الإنسان يتلفظ بها يرفعه الله إلى أعلى الدرجات، وكلمة من الممكن أن يتكلم بها الإنسان يعني يدخله الله تبارك وتعالى النيران والعياذ بالله. نعم، فتح الله لكم. كرمكم الله. يعني ما يعني الكلمة الطيبة يعني ما أفضلها، صدقة جارية. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تستطع فبكلمة طيبة. نعيش في يعني في روضة من رياض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشيخ عبد الحميد، الشيخ الحسين عبد الحميد. يعني هينسمعنا إن شاء الله انشودة في عن الكلمة الطيبة. تفضل سيد. يا ناشد الوصل، يا ناشد الوصل خذ وصف الطريق له، يا ناشد الوصل خذ وصف الطريق له، وجدت فيك عسى تدنو من الحكم، أمسك لسانك إلا من تذكري، أمسك لسانك إلا من تذكره، وبيتك الزم وجد بالدمع مثل دمي، واقطع نجارك واقطع نجارك بالتقوى، وقم سحرا واقطع نجارك بالتقوى، وقم سحرا. فكم لربك في الأسحار من كرم، نادى وقد نزلت الدنيا بلا شبه، نادى وقد نزلت الدنيا بلا شبه، سبحانه عن صفات الخلق كلهم، يا راغب النعم يا خائف النقم، يا سائل الكرم ينهل كالديم، إلي ولي وعن غيري تولى، وكن عبدي أصير لك الدنيا من الخدم. الله الله، ضيفت عليك سيدنا، بارك الله، ربنا يبارك فيك. عاوزين نسمع حاجة تانية كده في مديح سيدنا رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. سيدي يا رسول الله، والله ما مال الفؤاد لغيركم، وإني على جور الزمان صبور. يا رسول الله، يا حبيب الله، والله ما مال الفؤاد لغيركم، وإني على جور الزمان صبور. بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم، وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور. يا رسول الله،
دعني أقول بأن قلبي مغرم بجمالك الوضاء يا مولانا. والله أقسم في الكتاب بنوره يا رسول الله، والله أقسم في الكتاب بنوره هذا لعمرك في الكتاب أتانا. الإسلام لم يحرم الشعر والكتابة في الشعر، ونجد أيضا من الشعراء في العصر الجاهلي كثر، ثم بعد ذلك تطور الشعر بعد أن كان يصف المرأة ومفاتنها ويمدح في الأشياء التي حرمها الإسلام، ولكن لما جاء الإسلام وانتشر في ربوع الأرض رأينا الشعراء يمدحون وينشدون القصائد خدمة للإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألا إنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا أداة استثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. الشاهد من الكلم الطيب والكلمة الطيبة الشعر الحسن، و يعني الشعر الحسن يعني لم يحرمه الإسلام إطلاقا. معنا المفكر رفاعي اللساني. مفكر، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني كيف يعني نوفق ما بين الشعر الإسلامي و هو في حضرتك؟ أنا عندي قصائد الأبيات الشعرية لسيدنا علي بن أبي طالب. نعم. يقول فيها: صن النفس واحملها على ما يزينها، تعيش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك الدهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل، ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت ما لا حيث تميل. ده من شعر الحكمة اللي قالها سيدنا علي بن أبي طالب. نعم. هناك أبيات شعرية الإمام الشافعي يقول فيها: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهج ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا. ضيفت عليك هنا إن شاء الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحثنا على فضل الكلمة الطيبة، فقال: إليه يصعد الكلم الطيب، بسبب كلمة تهدم أسرة، بسبب كلمة تهدم دولة، فكم من الدول هدمت بسبب كلمة، فكم من الأسر هدمت بسبب كلمة، الطلاق اللي منتشر بسبب كلمة. يعني الكلمة ما أخطرها، يعني الكلمة لها خطر كبير جدا. نريد من فضلتك في الشيخ عبد الرحمن أن تحدثنا عن خطورة الكلمة عن الفرد والمجتمع. بالنسبة للكلمة كما قلنا هي لها أهمية عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرنا في أحاديث كثيرة عن أهمية الكلمة. والكلمة كما تفضلت بكلمة
ترضي الرحمن تبارك وتعالى. كلمة التوحيد، الإنسان منا حينما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل باب الإسلام من أوسع أبوابه. كلمة كانت سببا في دخول الإنسان الجنة، وكلمة الكفر أيضا، كلمة الشرك كلمة أيضا الإنسان يدخل بها أبواب النار، من يعني باب النار من أوسع أبوابه. فبكلمة ترضي ربك تبارك وتعالى، وبكلمة يرضى عنك المولى تبارك وتعالى، وبكلمة تستحل فرج امرأة كما تفضلت في الزواج، زوجني ابنتك فتقول وافقت، كلمة. نعم. وبكلمة تحرم عليك امرأة، أنت طالق، طلقت المرأة. فالكلمة إما نعمة وإما نقمة. الكلمة إما نعمة وإما نقمة. إذا ما استعمل الإنسان هذه الكلمة فيما يرضي الله تبارك وتعالى، في ذكر الله وفي قراءة القرآن وفي الدعاء وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، بل بكلمة يستحل فرج امرأة. نعم صدقت. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما قلنا أن الحديث أن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي به في النار 70 خريفا. وذهب صحابي جليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، يعني ونحن في هذا الزمان زمن الفتن. معنا تليفون مداخلة من اسكندرية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك ممكن أتكلم فضيلة الشيخ؟ تفضلي. بعد إذنك يا فضيلة الشيخ، يعني ما كل ما أجي أصلي حاجة تبعدنا عن الصلاة، حتى لو صليت فرض الفرض التاني ما صلهوش، نفسي أعرف إيه السبب. كل ما أجي أصلي أقعد أتوب ياما، كل ما أجي أقرأ القرآن أقعد أتوب ياما، مش عارفة إيه السبب. تمام. في أي سؤال تاني؟ يعني مثلا نعم؟ في أي سؤال تاني غير السؤال ده؟ برضو في سؤال تاني، يعني مثلا لو في إيدي قرش أو كده ما بيتصرف بسرعة، وبالذات بيتصرف على الدكاترة، لو حتى الفنجي ممكن يتصرفوا في يومين على الدكاترة. بيتصرف بسرعة؟ نعم. السؤال التاني معلش عيديه تاني. السؤال التاني يعني زي ما يكون ايدي ما فيهاش بركة للقرش، لو معايا فلوس او كده بتتصرف. يعني عايزة تقولي حضرتك ان ما فيش بركة في المال؟ اه. نفسي اعرف ايه السبب وايه اللي يخلي فيه بركة في المال. تمام. حاضر. في اي سؤال تاني؟ ماشي. اتفضل يا شيخ عبد الرحمن. نعم يا سيدي. كنا توقفنا عند حديث أحد الصحابة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. إحنا في زمن فتن، الإنسان منا يريد أن ينجو بنفسه وبأهله وبوطنه، فحدثني بأمر أعتصم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، إيه أكتر شيء يا رسول الله أنت بتخاف علي يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه وقال هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في أحاديث بتحث على الكلمة الطيبة وعلى فضل الكلمة الطيبة، أن المسلم الحقيقي هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. لأن احنا النهاردة يا مولانا ونحن في برنامج الداعية المستنير للأسف بنعاني من بعض الذين يصدرون صورة الإسلام. فضلت الشيخ يعني هنا يعني هي يعني كل ما بتصلي صلاة بتبعدها أو في حاجة بتبعدها، يعني يكاد أن يكون شيطان أو الوسوسة أو النفس فتصحبه. أولا عليها أن تستغفر الله تبارك وتعالى كثيرا، وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي يعني إن شاء الله بها ينصلح الحال. وكل ما تقفي وتصلي وما تعرفيش تصلي عيد الصلاة تاني، وصلي مرة واثنين وثلاثة. ويعني أنصحك أن تتحصني، لأن يعني ممكن أنا مش عايز أقول إن في جان أو كذا أو كذا أو مس، لكن يعني خلينا إن إحنا نتحصن من باب يعني إن إحنا نتقي هذا الأمر. ففي الصباح أذكار الصباح، وفي المساء أذكار المساء،
وعند النوم علينا بأذكار النوم، وعلى الأقل يعني آية الكرسي فهي تحفظنا من الشيطان الرجيم. السؤال الثاني، لو في مال بيتصرف معي بسرعة، هنا لأن دخل عدم البركة أو عدم الرضا بال 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 بالرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه لي. أنا لو راضي بالرزق اللي ربنا كتبه لي سبحانه وتعالى ومتقي الله سبحانه وتعالى فيه، فهتبقى البركة. يعني ممكن جنيه أبرك من 10 جنيه، تمام؟ فهنا ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فليس العدد بكثر المال لا، ولكن البركة. البركة تجي إزاي؟ لما نصطلح مع الله سبحانه وتعالى. يبقى زي ما تفضل فضيلة الشيخ عبد الرحمن، أن نحافظ على أذكار الصباح والمساء حتى تحفظنا من الحسد ومن العين ومن كل سحر وغير ذلك. ده السؤال، إجابة السؤال الثاني. خلينا نرجع للمفكر رفاعي اللساني. يا سيدنا الفاضل، يعني أنت يعني حدثتني فضيلتك وقلت لي أن أنت مؤلف حاجات في الشعر أو في الأدب، فإيه الحاجات؟ بالنسبة لكتابات الأدب، أنا كتبت كتاب اسمه الرحلة من الأقطار الحجازية إلى الأقطار المصرية، ده يعتبر كتاب في مجال التاريخ. يعني الحمد لله، يعني كان الهدف منه أنه هو مثلا المحافظة على صلة الأرحام، لأن أنا دخلت في بند بيتكلم عن القبائل العربية وعلاقتها ببعض. يعني ده أول كتاب لي. تاني اللي هو رواية اسمها مملكة فيرا، دي أنا استقيتها من الأدب اليوناني، لأن أنا درست يعني الأدب الفرنسي. طب حضرتك يعني تخصصك إيه، أو ما الكلية التي تخرجت منها؟ أنا تخرجت من أدب فرنساوي. ما شاء الله. نعم. تأثرت بمن؟ بالنسبة لكل كتاب، أنا يعني كل كتاب أو رواية أنا لها أثر. يعني اللي يعني ألفت فضيلتك روايات و طب فأنا معايا يعني يعني حضرتك الكتاب الأولاني اللي اسمه رحلة من الأقطار الحجازية للأقطار المصرية. لا. أنا تأثرت بالكتاب التاريخ الإسلامي في مجال التاريخ، وزي ابن خلدون، ويعني وكان لي قراءات في الكتاب التاريخ الإسلامي. طب ممكن سمعنا حاجة من اللي محط؟ هو حضرتك أسمع حضرتك عن الصلاة على النبي في إطار دقيقة. يعني شو نطلع صلوا على سيد الأنام. طيب معلش، ممكن بعد الفاصل؟ ماشي تفضل. ماشي تفضل تفضل. صلوا على سيد الأنام محمد نبينا رسول السلام، للخير هادينا بالسنة والقرآن، رباني السفينة لجنة رضوان. صلوا على محمد نبينا للخير هادينا حبيب الرحمن، وبذكرك يا نبينا تخضر أراضينا، والفرحة في عينينا تملى الدنيا علينا، والبركة في كل مكان. صلوا على محمد نبينا حبيب الرحمن، للنور هادينا بالسنة والقرآن، وبذكرك يا نبينا يحلى الكلام. صلوا على محمد رسول السلام، بين الأمم نبينا واخذنا بإيدينا، والشرف لينا بين الأمم نشهد لرسل الرحمن. صلوا على محمد رباني السفينة لجنة رضوان. صلوا على محمد نبينا رسول السلام، وبذكرك يا نبينا يحلى الكلام. صلى الله. نشكر صلى الله فضيلة عليه الشيخ عبد الرحمن، والله يخليك، ونشكر فضيلة المفكر العظيم نخلي. ونشكر فضيلة الشيخ الحسين، بارك الله لكم. التقينا على خير وفي خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.